النادي الأهلي بيسطر إنجازات عظيمة جدا خلال هذه الفترة. النادي الأهلي عامل بطولة يعني مش هنحكمها من خلال المباراة النهائية فقط. النادي الأهلي عامل بطولة كبيرة. البطولة الكبيرة مش في الفاينل فقط، البطولة الكبيرة في الأحداث السابقة. الفوز على صن داونز في دور الثمانية، الفوز على الترجي ذهاب وإياب في الدور نصف النهائي، أحداث مباريات دور المجموعات كلها أحداث بالتأكيد كانت واضحة جدا إن النادي الأهلي بيسعى لبدوري أبطال إفريقيا والدفاع عن اللقب اللي هو فاز بيه. فاز بيه إمتى؟ في 27 نوفمبر كانت البطولة التاسعة، ودلوقتي وإحنا في البطولة العاشرة. حتى جماهير النادي الأهلي بتتكلم بينها وبين بعضها حتى على السوشيال ميديا من امبارح، إحنا فايزين بالتاسعة وفايزين بالعاشرة، أنهي أحسن التاسعة ولا العاشرة؟ لأن خدوا بالكم البطولتين في ظرف بالظبط 8 شهور، البطولتين في ظرف بالظبط 8 شهور، وبالتالي انت بتتكلم على فترة من عمر تاريخ النادي الأهلي ابدا لن تنسى، لان الفترة دي كانت كلها تحديات. التحديات مش في داخل الملعب فقط، داخل الملعب وخارج الملعب، والتحديات دي كان الرهان فيها على اسم وقيم ومبادئ النادي الأهلي. وهنا الانتصار مش انتصار في بطولة او انتصار في ماتش وكرة قدم، لا، ده انتصار في قرار، وانتصار في مبدأ، وانتصار في قيم للأجيال اللي جاية تعرف ان النادي الأهلي دايما، وقبل النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللي كان له دور كبير جدا في اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي، في الحفاظ على النادي الأهلي والحفاظ على شعبية النادي الأهلي والحفاظ على موروثات وتاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما وأبدا بيسعى لإسعاد الشعب المصري، بيسعى لإسعاد جماهيره العظيمة، جماهيره اللي موجودة في كل مكان، جماهير النادي الأهلي اللي بتحفر يوميا من خلال السوشيال ميديا كلام مهم جدا وموروثات تاريخية عن إنجازاتنا وانتصاراتنا وألقابنا. الألقاب مش في مركب محمد الخامس، ده في ملعب رابس. الأهلي سبق ليه الفوز على أندية جنوب إفريقيا في ثلاث مناسبات في ثلاث نهائيات، 2001 على صن داونز، 2013 على أورلاندو بايرتس، و2021 على كايزر تشيفز. لو فتحتوا كتاب التاريخ يا جماعة هتلاقوا أرقام كتير قوي، الأرقام كلها أرقام قياسية تخص النادي الأهلي، ولما بيبقى فيه رقم قياسي بيتكسر بتلاقي النادي الأهلي هو اللي كسر رقمه القياسي. ولسه أرقامنا جاية، ولسه مشوارنا طويل، ولسه البطولات جاية. اللي حصل ده من وجهة نظري وأعتقد من وجهة نظرة الجميع دي البداية، دي البداية وليست النهاية، بداية جيل هيعمل إنجازات وبطولات بإذن الله مش أقل من حوالي 7 سنين أو 10 سنين جاية، زي ما البداية كانت في 2004-2005 واستمرنا عليها لغاية 2014، فترة دوري أبطال إفريقيا، كونفدرالية، سوبر إفريقي. أنت دلوقتي بتوصل ل 23 لقب قاري، بتنافس ريال مدريد اللي عنده 26 لقب قاري، عندك سوبر إفريقي يوم 24/9 مع الرجاء المغربي، بإذن الله إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة مهمة جدا، بالتالي تزيد الرصيد ل 24 بطولة. عندك كاس عالم أندية، راجعين اليابان من تاني، فاكرين حكاياتنا في اليابان؟ للمرة السابعة الأهلي بيصل لكاس العالم للأندية. أي أرقام وأي إنجازات وأي انتصارات وأي نادي يقدر يحقق كل هذه الألقاب هو نادي واحد فقط، هو النادي الأهلي، بطل مصر، النادي الأهلي بطل إفريقيا، النادي الأهلي نادي القرن العشرين، وحاليا في القرن الواحد وعشرين بمسافة بعيدة عن كل المنافسين، الترجي والوداد ومازيمبي وصن داونز ثم الزمالك. ليه؟ لأن النادي الأهلي صاحب كلمة والكلمة العليا في البطولات الإفريقية.